سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي بينما المركز الثالث كان الوصول ايضا والقدوم مشاهدينا الكرام من المتحد توقيت الزمن 6 دقائق 31 ثانيه 60 جزء من الثانيه هانينا والناموس لعلي بن زنيفر بن ناصر الغفراني المري. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات على بركة الله. أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا 11 في هذا الصباح ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. متابعينا الكرام هذا الشوط لا يقل أهمية عن غيره من الأشواط ويحمل في طياته الأسماء المتميزة والأعداد الهائلة المشاركة من أجل الفوز والظفر بهذا الناموس. نبحر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، الصدارة والقيادة والمركز الأول يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع صدارة الشوط شعار بدر بن عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة من يقدم لنا تغريدة مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل نهابة طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث من تقدمت في هذه اللحظات من الجانب الأيمن. أتابع التقدم والحضور في هذه اللحظات من الأسماء والشعارات المنطلقة والمندفعة من أجل الفوز والانتصار. أتابع في هذه اللحظات التغيرات على المقدمة والتسلل إلى المركز الأول وإلى المقدمة من تتقدم وتنطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول. إثبات لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني مع المركز الأول يقدم لنا إثبات مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. انطلقت إلى المركز الأول وغيرت الموازين مبكرا مع صدارة هذا الشوط. إثبات لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفران مع المركز الأول. المركز الثاني هذه تغريدة لبدر بن عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة من يحتل المركز الثاني مع تقدم تغريدة. والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات شعار طالب بن مسلم بن عقيل من يحتل المركز الثالث ليقدم لنا نهابة. والمركز الرابع القدوم والوصول من هقوى لراشد بن فرج بن صالح المري من يحتل المركز الرابع مع تقدم هقوى وانطلاقها في هذه اللحظات مع رابع الأسماء. والمركز الخامس القدوم والوصول من قبل شرف البريك بن طالب بن هادي بن هليل المري من يحتل المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام أتممنا على مسامعكم نداؤنا الأول للمراكز المتقدمة ولنا عودة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، هذه إثبات مع المركز الأول، إثبات مع صدارة الشوط. تتقدم وتنطلق بشعار حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفران مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط يقدم لنا إثبات مع المركز الأول، إثبات مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني القادمة تغريدة لبدر بن عبد الهادي بن زيد بن علي الشيبة هو القادم مع ثاني الأسماء. والقدوم والوصول من قبل هقوى لراشد بن فرج بن صالح المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع الوصول من قبل أوزان لمحمد بن معجب بن محمد الخيارين هو القادم يتقدم من مركز إلى مركز لينضم للمعركة النهائية الأمامية مع افتتاح الكيلومتر الأخير
الكيلو الخطير والمثير. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى شعار بن هدوان مع المركز الأول. من ينطلق مع انطلاقة إثبات؟ إثبات هي المتقدمة مع المركز الأول مع صدارة الشوط، ولكن القادمة بكل قوة أوزان، وشعار الزعبي هو القادم بكل قوة مع ثالث الأسماء ليقدم لنا كرارة. علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله هو القادم في هذه اللحظات مع كرارة، مع ثالث الأسماء وثالث التحديات والانطلاقات، ولكن العودة إلى إثبات، إلى شعار بن هدوان مع المركز الأول. الله الله الله، إثبات وكرارة، كرارة هي القادمة بكل قوة، وأيضا أوزان. المعركة ثلاثية مع آخر الأمتار. كرارة يا الزعبي، كرارة تقدمت وانطلقت إلى المركز الأول، تسللت إلى صدارة الشوط، غيرت الموازين مع آخر الأمتار. كرارة كرارة، علي بن عبد الله بن راشد الزعبي، يا سلام، يقدم لنا كرارة مع آخر الأمتار لتظفر بهذا الناموس وتظفر بهذا الحضور المشرف مع آخر الأمتار. كرارة كرارة، يا سلام يا سلام، التهاني والتبريكات لمالك كرارة علي بن عبد الله بن راشد الزعبي، تهانينا له ألف مبروك على فوز كرارة وحصولها بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثاني تغطية لسعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي، والمركز الثالث وصلت مع ثالث المراكز إثبات لحمد بن ناصر بن هدوان الغفران، والمركز الرابع كان القدوم والوصول من أوزان لمحمد بن معجب بن محمد الخيارين. المركز الخامس وصلت مع المركز الخامس سيافة لجابر بن سالم جابر الجربوعي المري. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك كرارة، تهانينا وألف مبروك لعلي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، من قدم لنا كرارة. مشكور باسم الجمهور يا مخوف على هذا الإبداع والإمتاع في هذا الصباح، من قدم لنا كرارة تهانينا والف مبروك. وتوقيت الزمني 6:23:36 جزء من الثانية، توقيت كرارة صاحبة المركز الأول في هذا الشوط، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني ثاني المراكز كان القدوم والوصول في هذه اللحظات مع تغطية لسعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. 6:25:30 جزء من الثانية، توقيت تغطية صاحبة المركز الثاني. والمركز الثالث من احتلت المركز الثالث إثبات لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان، والتوقيت الزمني 6:27:28 جزء من الثانية، توقيت صاحبة المركز الثالث في هذا الشوط. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك كرارة علي بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، من قدم لنا كرارة، تهانينا والف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بأجمل وطن.